بشار الأسد شخصية مؤثرة ومعادية للصهيونية. الحكومة السورية حكومة ثورية ومعادية للصهيونية. سوريا جزء هام في سلسلة محور المقاومة. الأمور بين سوريا وإيران على ما يرام، وكل ما يقال عن أشياء تجري بين الطرفين أشياء سيئة ليست صحيحة. سوريا والأسد هم قلب محور المقاومة. هذا الكلام قاله مستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي. لماذا قاله؟ هو يقول إنه رد على ما تردد من أنباء أن مياها كثيرة تجري في الجدول السوري الإيراني. عاد مستشار المرشد ليؤكد على صفات بشار الأسد الممانعة كما أكد عليها المرشد قبل حين عندما زاره الأسد، وأكد كذلك على صفاته الممانعة. لماذا القوم يؤكدون على صفات الأسد الممانعة؟ وهل هو أصلاً بحاجة أحد ليؤكد على صفاته؟ حياكم الله فيما تبقى. إذن نفى مستشار المرشد الإيراني لشؤون الدولية علي أكبر ولايتي نفى وجود توتر في العلاقات بين طهران ودمشق. رغم الاتهامات الموجهة لأجهزة النظام الأمنية بتسريب معلومات الميليشيات الإيرانية في سوريا، ورغم اغتباء بشار الأسد خلف النصائح الروسية والإماراتية بالابتعاد عن الأحداث في الشرق الأوسط، تواصل طهران توجيه الرسائل إلى المتأملين بابتعاد النظام عن جناحها، مفادها أن الأسد جزء أصيل من المحور الإيراني حتى وإن تخلف عن جبهة الإسناد في مواجهة إسرائيل، باعتبار أن النظام يلعب دورا مهما في إيصال للأسلحة الإيرانية عبر الحدود. مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي وعلى غير عادته أصدر بيانا أكد فيه أن حكومة النظام هي حكومة ثورية ومعادية للصهيونية وأحدى الحلقات الأساسية في سلسلة المقاومة، ووصف فيها بشار الأسد بأنه شخصية مؤثرة تؤمن بالمقاومة وتدعمها خاصة ضد إسرائيل، مؤكدا في الوقت ذاته أن أي أخبار عن توتر العلاقات بين طهران ودمشق كاذبة ملفقة، وذلك بعد تداول تصريح منسوب له ينتقد فيه عدم اتخاذ قوات النظام أي إجراء لمنع الطائرات الإسرائيلية من التحليق إلى إيران في الهجوم الأخير. وفي ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران تتنامى مخاوف توسع الحرب في لبنان إلى سوريا، ما قد يجبر النظام على التخلي عن سياسة إمساك العصا من المنتصف، لا سيما أن روسيا لم تتخذ حتى الآن موقفا من الغارات الإسرائيلية المتكررة في سوريا، إذ تؤكد مصادر تلفزيون سوريا أن موسكو تتلقى بلاغات إسرائيلية حول شن هجمات على مواقع في سوريا، ولا تمانع أن تمتد الضربات إلى تشكيلات عسكرية رسمية مرتبطة بالنفوذ الإيراني كالفرقة الرابعة التي باتت غطاء للميليشيات الإيرانية. وفي خضم تسارع التطورات في الشرق الأوسط تتسارع تحركات حلفاء النظام وفق ما يمنع تهديد نفوذها في سوريا أو يؤدي إلى مزيد من إضعاف النظام، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات المستقبلية التي قد تدفع روسيا إلى التشدد أكثر مع النفوذ الإيراني أو التساهل معه وفقا لحسابات صراعاتها مع القوى الغربية. معنا من واشنطن الأكاديمي المختص في الشأن الإيراني دكتور حسن هاشميان، وكذلك من واشنطن أيضا الباحث في معهد الشرق الأوسط دكتور سمير تقي،
ومن طهران المحلل السياسي والمختص في الشأن الإيراني سعيد شاوردي. مرحبا بكم ضيوفي أجمعين. أستاذ سعيد، أبدأ من عندك، لماذا تؤكدون على صفات بشار الأسد الممانعة؟ كل فترة تؤكدون على صفات الرجل أنه والله لا ممانع وضد الصهاينة، لماذا تؤكدون على العلن هذه الصفة كل مرة؟ يعني أستاذ معاذ ولي ضيوفك ولجميع المشاهدين، في الواقع يعني هو ليس بالأمر السيء، يعني أعترض هذا الكلام عندما يتم التأكيد على أن الرئيس بشار الأسد يعني هو من المقاومين أو الذين يقفون يعني بوجه إسرائيل، وأعتقد هو كلام صحيح أنه واضح، يعني هذه السياسة كل العالم أعتقد يعرفها، أن سوريا تحملت الكثير بسبب يعني وقوفها مع القضية الفلسطينية، ولا أحد يستطيع ينكر ذلك. أستاذ سعيد، هو السؤال لماذا تؤكدون واضحة، لماذا تشرحون الواضحات، تشرحون المشروحات، يعني توضحون الواضحات؟ جيد، الرجل ممانع، لماذا تقولون هذا الكلام علانية؟ يعني ما السبب؟ والله ما بعرف يعني ما هو الأمر القريب إذا واحد يعني بيأكد على أنه مثلاً مقاوم أن تقول حوله مقاوم، أو أنه شجاع تقول شجاع، أو أنه يعني عكس هذا تقول عنه أيضا كذلك، ولكن يعني هذا لا أعتقد يعني ليس لا هو معيب ولا هو أمر قريب، يعني فقط نقطة مهمة توجد هنا أستاذ معاذ، وهي توجد محاولات حقيقة يعني لضرب العلاقات الإيرانية السورية. هذه قضية واضحة، وهي مش فقط العلاقات الإيرانية السورية، بل انتقلت حتى هناك محاولات لاستهداف العلاقات الإيرانية مع حزب الله، وقبل هذا سمعنا كلام أيضا. أستاذ سعيد، أستاذ سعيد حبيبي، أنا بين العلاقات الإيرانية الفلسطينية، وهذه أنا لا أريد أستاذ سعيد تسمعني، أنا يعني صدقا لا أريد أن أخاطب. نعم. وإحنا نحن حريصين على الاستماع لوجهة النظر الإيرانية، لكن أرجو منكم يا ضيوفنا من إيران أنت يعني في السؤال نفسه أرجوكم وبدون حالة شعاراتية، لأنه يعني نتحدث في السياسة الآن، هل من المستساغ علنا أن يخرج مسؤول في دولة كي يقول عن رئيس دولة أخرى لا والله هذا الرجل جيد وممانع وحباب وكذا؟ يعني هل هذا يستساغ في علم السياسة؟ يعني ألا تجدون أنكم تحرجون بشار الأسد، تمارسون عليه دورا وصائيا؟ يعني هل هذا الأمر لطيف دبلوماسيا؟ لا هو أستاذ معاذ، لا قلت لحضرتك، لأن هو يأتي ردا على التشكيك، لأن أنت تعرف أنه ماذا يقال، وسمعت في تقرير القناة أيضا يقال أن مثلا سوريا لا يوجد لها حضور أو مشاركة قوية في الأحداث التي جرت بعد 7 أكتوبر، أو أنها لم تقدم ما يجب عليها أن تقدم لمحور المقاومة. هذه التشكيكات الهدف منها أضعاف هذه العلاقة، فهذا يأتي ردا على هذه التشكيكات أنه لماذا الأسد لا يخرج ويقول، يعني هو يكفي يفتح الحدود حتى تصل الأسلحة، هذه قضية حبيبي مهمة. يا أستاذ سعيد، طيب الأسد يخرج ويقول، يعني هو يدافع عن نفسه، نظامه يدافع عن نفسه، يعني لماذا أنتم تخرجون لتدافعوا عنه؟ يعني ألا تخرجونه بمنظر الطفل الصغير أمامكم، أمام حضن والديه؟ هو يدافع لا عن نفسه. لا لا يا أخي، هو يدافع لا عن نفسه. لا أنت أخي يمكن أنت تنظر القضية يعني بهذا الشكل، ولكن هذا كما قلت يعني هو أعتقد عندما يقال عنه أنه مقاوم ويقف أمام إسرائيل، التي للأسف يعني حقيقة معظم القادة يعني تخلوا، أو أنهم يقولون ليس لديهم قوة أن يقفوا بوجه إسرائيل، أرجوك عندما تقول حوله هكذا هذا أعتقد يعني لك يرفع من مكانته. طيب. وعلى عكس ما أنت تقوله حقيقة. طيب سأعود لك، لكن أرجوك في السؤال، يعني سألته هو ألا يدافع، يعني هل هذا مستساغ دبلوماسيا؟ دكتور سمير التقي مرحبا، يعني هل سمعت أو رأيت أو أحد قال لك في علم العلاقات بين الدول أن دولة تخرج لي يعني والله تتكلم عن رئيس دولة بهذا الشكل؟ يعني لماذا ينتهكون القواعد الدبلوماسية؟ هكذا البعض يسأل، وهل هذا الأمر انتهاك أم لا أمر طبيعي؟ يعني أولا سيدي تحية لك ولضيوفكم الكرام ولفريقكم ولجمهوركم.
أعتقد بأن في إطار المنظمات الثورية التي تعتقد وإطار تصدير الثورة التي تتبناه إيران، تصبح هي التي توزع شهادات حسن السلوك على أنصارها بأشكال مختلفة أو أزرعها بأشكال مختلفة. ولكنني أعتقد بأن كل الكلام أصبح فارغا هنا. لماذا أقول ذلك؟ لأن لا إيران ولا النظام السوري هم من قوى الممانعة. القضية الرئيسية التي ينبغي سؤالها، حين ذهب السنوار في 7 أكتوبر إلى العملية التي قام بها، هل كان لديه أي تصور بأنه سيتلقى مساعدة أو دعم، أم أنه اعتمد على كلام في الهواء وذهب واقتحم وقام بما قام به المقاتلون الفلسطينيون دون أن يشبك مع جبهة المقاومة ودون أن يتأكد من أنها خلفه وأنها مستعدة لأن في هذا التوقيت لأن تدخل معه لتناصره؟ الحقيقة أن لا إيران ولا سوريا لا وقفت مع حزب الله ولا وقفت مع غزة. ولماذا أقول ذلك؟ الحقيقة الأمر أن القضية ليست في الكلام وليست في التصويت في مجلس الأمن، عندما تتحرك القوى وتفرض الأمور بناء على قوى الأمر الواقع بالحرب والقتل والإبادة والخراب، الجواب من الصديق لا يكون بالمواساة ومجرد الحديث عن التضامن. الجواب من نعم. الصديق هو لماذا تطفئ الرادارات الروسية موجات ترددها حين تمر الطائرات الإسرائيلية لتقصف في سوريا ولتقصف المواقع التابعة لأزرع إيران في سوريا بهذا الشيء، تطفئها. وعمليا النظام السوري بكل ما لديه من إمكانيات، لا يعني رغم إمكانياته الضعيفة بلا شك في أن يقف، لا يقوم بشيء، إنما الأعمال بخواتمها. لماذا يفعل النظام السوري وماذا تفعل إيران؟ إيران الآن انفصلت تماما، المجابهة بين إسرائيل وبين إيران من جهة وبين أزرع إيران السابقة. ولا أعتقد، لا أليس مبكرا هذا الكلام دكتور؟ يعني أنه إيران فصلت عن أذرعها، أليس مبكرا الحديث عن هذا الأمر؟ تركتها لتجري تصفيتها وتغيير الوضع الاستراتيجي الرئيسي في الإقليم. لأن ما جرى في غزة ليس بسيطا، لأن ما جرى في غزة هو عمليا كسر رئيسي للقدرات العسكرية لحليف رئيسي لطهران، ذات الشيء متعلق به أيضا حزب الله. هل حين كان يطلق حزب الله صواريخه، هل كان يعتمد فقط على إمكانياته حين يقوم بذلك، أم أنه كان يفترض حين اتخذ هذا القرار بالمجابهة والمساندة، هل هي مجرد إطلاق ألعاب نارية تقتل هذا الإسرائيلي أو ذاك؟ إذن القضية في رأيي أنا أن الآن جوهر هذا التصريح هو أن إيران لا تزال تريد أن تستخدم الأراضي السورية معبرا للأسلحة لحزب الله، ليس مطلوبا من النظام سوى ذلك. وبناء على ذلك يتم يعني إعادة الآن إصلاح العلاقات. أنا أضرب مثال إذا سمحت لي بس دقيقة. تفضل دكتور. أنه بعد ضرب مستودعات حزب الله في اللاذقية، وهي مستودعات للجيش السوري، ادعت السلطات السورية أنها لم تكن على علم بوجود هذه الصواريخ في هذه المستودعات. إسرائيل لديها علم بما هو موجود في مستودعات الجيش السوري، والسلطات السورية تقول أنها ليست على علم. لا يوجد، يعني لذلك ما يقال في الإعلام ليس له أي قيمة. حقيقة الأمر أن هناك فك اشتباك عملي على الأرض، لم نتحدث بالتصريحات والكلام الثوري هذا، ولنذهب إلى تقييم الأمور. هناك انسحاب استراتيجي الآن لحزب الله، هناك بعض التدابير التي اتخذها النظام وهو يحاول أن يوحي لمن وعدهم بأنه يريد أن لا يعطي لحزب الله هذا الاندفاع وهذه الإمكانيات وأن يحدد إمكانياته في سوريا. حقيقة الأمر مجرد نفيه يدل على تورطه في هذه العملية. حسنا دكتور حسن هاشميان، مرحبا بك. الأمور بين إيران وسوريا، هل كما وصفها برأيك دكتور سمير تقي، يعني على طور
الانفلات، صحيح وصفي دكتور سمير؟ يعني فك الاشتباك. لا، سيتحالفون على إبقاء النفوذ الإيراني في الإقليم دون مجابهة إسرائيل. الآن هم إيران هو الاستمرار في نفوذها الإقليمي بغض النظر عن قضية المقاومة. طيب دكتور حسن هاشميان، كيف ترى العلاقة بين إيران والأسد؟ لماذا يصرح علي أكبر ولايتي بهذه الطريقة؟ نعم، تحية لكم وللضيفين ومشاهدي مرحبا. البرنامج، أنا أعتقد يعني ما قاله الأستاذ تغي صحيح جدا، وأنا أعتقد أن موضوع محور المقاومة أصبح وهما فيما يحدث الآن وفيما يجري الآن في غزة وفي لبنان، وغياب النظام الإيراني وغياب النظام السوري عن هذه الساحات، على الرغم أنهم يقولون وحدة الساحات. ولكن هناك أسباب أخرى لهذا الحديث الذي جاء من علي أكبر ولايتي. طبعا هناك مجموعة كبيرة من الشعب الإيراني كانت منذ زمن طويل لا تريد تقديم الأموال والمساعدات إلى بشار الأسد، لأن كانوا يعتبروه أنه عبا على الميزانية الإيرانية وعلى الشعب الإيراني. ولكن هناك مجموعة من الموالين للنظام كانوا يعتقدون بأن كما يقولون في طهران وكما تقول الدعاية والبروباغاندا الإيرانية أن بشار الأسد هو البلد الرئيسي في محور المقاومة. الآن الموالين في داخل إيران يسألون أين هذا البلد الرئيسي في محور المقاومة في ظل هذا الصراع الجاري، يعني يسألون من النظام الملالي الحاكم في إيران. ولذلك علي أكبر ولايتي يريد أن يجيب على هؤلاء، وهذه الأسئلة مطروحة بين الموالين في داخل إيران، أيضا الموالين في العراق، في اليمن، في لبنان، في فلسطين وفي مكانات أخرى. ولذلك هو يريد أن يجيب بأن بشار الأسد ما زال في محور المقاومة وأساس المقاومة والصفات التي جاءت على لسان علي أكبر ولايتي. النقطة الثانية والأهم بتقديري أن بشار الأسد قدر الموقف وقدر الأوضاع الجارية وسحب نفسه عن الصراع مبكرا، لأن يعرف هذه الحالة الجارية الآن ستنتهي بهزيمة النظام الإيراني وأزرعه في المنطقة. ولذلك بات يعتقد بأن إيران أو النظام الإيراني وأزرعه هم على طريق الزوال، وهو يريد يبقى في هذه المنطقة، يريد يحفظ حكمه في سوريا، ولذلك يريد يطلب المساعدة من الأمارات، من روسيا، من مكانات أخرى. وأيضا هناك من نصائح تقدم له بأن إذا عملت كذا ربما نظامك سيبقى في هذه المنطقة. ولذلك قام بهذه السياسة، والسياسة واضحة أنه الآن بعيد البعد تماما عن محور المقاومة أو ما يسمونه بمحور المقاومة. طيب دكتور، بعيد تماما عن السياسة النظام الإيراني وعن الأذرع الموجودة في المنطقة. دكتور، تقول أنه علي أكبر ولايتي يرد على أطراف في محور الممانعة الذين يتساءلون عن دور بشار الأسد، يعني ما هو المطلوب أصلا من الأسد ممانعاتيا؟ البعض يقول لك يعني يكتفون بأنه يمرر السلاح، شكرا. يعني المطلوب كما يدعي بشار الأسد، كما هتف وأعطوا شعارات منذ 45 عاما بأن بشار الأسد هو أساس محور المقاومة، يجب أن يدخل في هذه المعادلة على الشعارات التي على أساس الشعارات التي قتلت الشعب السوري، قتلوا نصف مليون إنسان بأنهم يريدون يحتفظون بمحور المقاومة، بأنهم يريدون يحتفظون بالمواجهة مع إسرائيل. يلا تفضلوا الآن مواجهة مع إسرائيل، غزة تم تدميرها على بكرة أبيها، لبنان تم تدميره، والآن خطوة بعد خطوة يتم تدمير لبنان، يلا تفضلوا وتصارعوا وأوقفوا. صحيح أستاذ سعيد شاوردي، يعني كما يقول لك دكتور حسن هاشمي، يلا تفضلوا، يعني من 40 سنة وتريدون التحرير، يلا تفضلوا، لماذا لا تتفضلوا؟
والله أنا أيضا أرد يعني على الذين يقولون هكذا وأقول لهم أنتم تفضلوا، مش نحن الذين لا تفضلوا، الآخرين ما كانوا يقولوا، الآخرين ما كانوا يقولوا، الآخرين ما كانوا يقولوا، أنتم من تقولون. لا هو أستاذ معاذ، خلينا شوي نكون هادئين يعني بعيدين عن التوترات. هي الواقع، هي هاي المشكلة يا أخي، هي هاي المصيبة حقيقة، ليس المشكلة أنه اللي موجود واللي بيحارب واللي يعطي سلاح واللي يعطي دماء واللي يعطي شهداء يعني بيقولوا له أين أنت، واللي مختفي تماما هو اللي مثل ما بتفضل يقول يعني تفضلوا. حقيقة أستاذ معاذ، هو يعني حتى أنت لو ترجع للقرآن الكريم، الله يقول سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أنت يجب عليك أن تقوم بما هو وسعك. يعني اليوم الولايات المتحدة الغربية الأمريكية، القرب، الناتو، حتى دول صراحة نكون صريحين يعني عربية في المنطقة تقف مع إسرائيل، تحمي إسرائيل يعني. وهناك محور، هذا المحور فيه دولتين مثل ما تفضلت، إيران وسوريا، وفصائل يعني هذه الفصائل وهذه الدولتين يعني هل بإمكانها أن تفعل أكثر مما فعلت؟ يعني هذا حقيقة قائد الحرس الثوري الإيراني يعني شيء أو طلب. لا اسمح لي، قائد شيء أو طلب هو قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي. نعم. ذات يوم قال نحن ندمر إسرائيل بست دقائق ونصف. لا قال مو ندمر، قال نستطيع أن نصل إسرائيل بست دقائق ونصف. قال ندمر إسرائيل، لا قال ندمر إسرائيل بست دقائق ونصف، وغيره كثير من المسؤولين الإيراني صرح هذه التصريحات. هو هذا الكلام يعني لا هو أنا أقول لك يعني هي هذا تحدث بهذه اللغة عندما تم اختبار صواريخ فتاح اللي هي صواريخ فرد صوتية، وتصل قالوا تصل أنها خلال 600 ثانية 400 ثانية عفوا، فهذا يصبح يعني هو 6 دقائق ونص تقريبا. وحتى لو تلقي يعني قنبلة نووية انت على إسرائيل هي مش رايح تدمر بست دقائق وسبع دقائق وعشر دقائق، بس هو قال أن الصواريخ الإيرانية هو أصبحت قال طيب لن أتجادل معك في هذه، تصل إلى إسرائيل، لن أتجادل معك في هذه، لكن هو قال حرفيا نحن ندمر إسرائيل ونزيلها عن الوجود بست دقائق ونصف أو 7 دقائق. عموما الآن يعني شعار المرحلة ومحور الممانعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا نفهم؟ لا هو هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شيء يعني حقيقة عظيم. أنا بس أعطيني شوية وقت خل أتحدث حتى نعرف الصورة. يعني هو اليوم صحيح مثل ما تفضل الدكتور حسن، يعني غزة حقيقة تدمرت، ما بعرف يعني أضرار جسيمة في لبنان، الأضرار كبيرة جدا، لا أحد يقلل من هذه الأضرار والخسائر والدمار والقتل وكل هذا، يعني كلنا بنشوف ليل نهار على شاشات التلفاز هذه الخسائر. ولكن أخي العزيز يعني البعض يقول لك يا أخي أنتم ليش ورطتوا نفسكم مع إسرائيل وأمريكا بهاي القوة، ما دام أنتم بتقولوا أنه ليست لدينا قوة تعادل قوتهم، البعض هكذا يقول ويبرر ويقول لك ليش أنتم سويتوا عملية 7 أكتوبر. زين هذا أنت لما ما تسأل الشعب الفلسطيني هو بيقول لك أخي أنا 76 عاما يعني لدي أخوان عرب ومسلمين، ما حد دعمني حتى أنا أحرر أرضي. طيب. زين أنا شنو باقي أمامي؟ يعني أبقى أنتظر مثلا 100 سنة أو 200 سنة؟ فأنا دخلت بما لدي من قوة، وكما قلت لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذه إمكانياتي. نعود الآن للموضوع. واجهت عدوي. حبيبي أستاذ سعيد للموضوع. هذا أرجوك للموضوع. نعم. إذن لو سمحت علي أكبر ولايتي عندما يقول الموضوع أنا أتحدث يعني مش خارج الموضوع. لا 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 لأنه والله يعني سوف تذهب بعيدا بعيدا عن صلب الحلقة بهذه الطريقة. أستاذ سعيد في صلب الموضوع الآن عندما يخرج علي أكبر ولايتي ويقول لا بشار الأسد ثوري وممانع، هو يرد على أطراف المحور، هناك البعض يقول لك هناك غضب في أطراف محور الممانعة من بشار الأسد، لا بل أكثر من ذلك، البعض يقول لك هناك تخوف من أن بشار الأسد قد ينقل بندقيته من كتف إلى كتف، هناك تحذيرات إسرائيلية وعود إماراتية، الأسد يفاضل بينكم وبين الإماراتيين والإسرائيليين الآن، هكذا البعض يقول.
يعني هذا الكلام نسمعه أستاذ معاذ بالإعلام، وهو يعني الإعلام يتحدث حول هذه القضايا، ولكن أعتقد يعني نحن لدينا تجربة، هذه التجربة يجب أن ننظر إليها، وهي التجربة أكبر دليل يعني، وهي توضح لنا الصورة وتسلط الأضواء على هذا الكلام، هل هو صحيح أم أنه لا بعيد عن الواقع. أنت هذه العلاقة بين إيران وسوريا 45 عام مضى عليها، 45 يعني لما ما بقت هذه العلاقة لم تنقطع، وهي مرت بمراحل مختلفة، هناك الحرب الإيرانية العراقية، هناك الأزمة اللي حصلت في سوريا بعد 2011، اليوم حرب إسرائيل على غزة، وهي مستمرة. فلذلك أنا لا أتصور أن السيد بشار الأسد سينتقل من محور المقاومة إلى الجهة الثانية، إلى إسرائيل أو إلى دول مطبعة مع إسرائيل، هذا مستبعد. نقطة ثانية، يعني هو مثل ما قلتم أنتم والزملاء تحدثوا، يعني شنو تتوقع من سوريا اللي تدمرت في الحرب؟ زين البعض، هذا قضية الحرب لا أريد أدخل بتفاصيلها يعني، ولكن سوريا اليوم لا أحد يتوقع منها أكثر من هذا الدور، وهو كما أشرتم يعني هي لما ما تحمي المقاومة، الفصائل المقاومة كلها عندها مكاتب في سوريا، وتوافق على إيصال السلاح مثلا من أنتم إيران مطمئنون إلى مقر دمشق، الجهاد إلى حماس، هذا هو يكفي، أكثر من هذا لا أحد يتوقع من سوريا. إذا طهران مطمئنة أن بشار الأسد لن يطعنها في ظهرها؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد نعم. دكتور سمير التقي، البعض يقول لك هذا الكلام صحيح، يعني بشار الأسد لن يغير ولاؤه، هو باقي مع الإيرانيين إلى آخر حد، بالتالي محور الممانعة ما زال يعني تقريبا على قلب رجل واحد، بشار الأسد لا ليس من مصلحته ولا يستطيع أصلا. يعني أولا بشار الأسد تمطط في مواقفه، لأنه عمليا الآن هو في حالة شد شديدة، وهو يشاهد بأن إسرائيل توجه لها ضربات، توجه ضربات شديدة إلى إيران، توجه ضربات شديدة إلى حزب الله، وتقوم بما تقوم به في غزة. في هذا الوضع في رأيي لا يكفي الكلام، سوريا ليست بالنسبة لإيران سوى منطقة نفوذ ومعبر للسلاح إلى حزب الله، هذه هي الأهمية الاستراتيجية. وإذا لاحظنا من زميلنا من طهران، هو يتحدث عن دعم إيران للنظام السوري، يتحدث عن العلاقات الطويلة منذ أيام الحرب العراقية الإيرانية مع سوريا. إذا الموضوع ليس له علاقة بفلسطين، وليس له علاقة أيضا بقضية محور المقاومة، أعتقد يجب أن نعطي اسما جديدا لهذا المحور، هذا ليس محور مقاومة، هذا محور تحالفات إيرانية، لأن المقاومة قضيتها يعني الآن اتضح تماما بأن إيران وسوريا ليسا قادرين على دعم أي ميليشيا في هذه الإقليم سوى أن تزودهم بالسلاح حيثما يكون ذلك ممكنا. من الواضح بأن الآن لا غزة أصبحت قادرة أن تهرب إليها إيران الأسلحة، وذات الأمر لا، ولا حتى أنا في رأيي لبنان، لبنان تسير في اتجاه أن يتم ضبط كل السلاح الذي يدخل إليها من قبل حتى جهات ربما تكون لبنانية، وهذا ما نتمنى، ولكن إذا بقيت الأمور بهذا الحال قد تصبح القضية حتى أن قوة دولية قد تراقب الحدود السورية اللبنانية. إذن في هذا الوضع أنا حين تحدثت عن الفصل لم يعد هناك شيء اسمه مقاومة بأي معنى من المعاني، من وجهة نظر أن الميليشيات استنفذت فرصها في الإقليم، وكان الأمل الوحيد أن تقوم الدول إلى جانب الميليشيات كما فعلت فيتنام الجنوبية الشمالية مع فيتنام الجنوبية، حين جرى هجوم كبير من الأمريكان على فيتنام الجنوبية، دخلت فيتنام الشمالية بدباباتها وقتل منها مئات الملايين، هكذا يتم الدعم وهكذا يتم الانتصار. أما أن نقول لا حول وقلة لا يط... لا 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 يكلف يعني الله نفسا، لا إلا وسعها، هذا الكلام يعني أننا يجب أن نحاكم القادة في لبنان في حزب الله وفي حماس كيف يذهبون إلى هذه العملية. طيب ثم ماذا دكتور؟ يعني هذه أصبحت من الآن ماذا بعد؟ مستقبل بشار الأسد ضمن محور الممانعة كيف تراه؟ أنا أرى أولا بأنه في الوضع الحالي إيران تحاول المحافظة على نفوذها الإقليمي فقط، بمعنى أن تحتفظ بما لديها في العراق، إذن تحديد الخسائر، قضية لبنان انتهت، قضية غزة انتهت،
الآن إيران في مرحلة تحديد الخسائر الاستراتيجية، إبقاء علاقاتها مع النظام العراقي ضمن البنية العراقية الراهنة، الإبقاء على الميليشيات، نفس الشيء الإبقاء على دور ميليشياتها. انسحبت قوات حزب الله من سوريا وحلت محلها قوى الحشد الشعبي التي هي أيضا تعتبر من أزرع إيران، وبالتالي الآن هي قضية المحافظة على تحديد الخسائر. وأعتقد سوى ذلك إذا لم يجري يعني انتقال أو تطور خطير في اتجاه مجابهة بين إيران وإسرائيل، في هذه الحالة أيضا سوريا ستبقى خارج اللعبة، وفي هذه الحالة أيضا ستحتاج سوريا والعراق لأن الطائرات الإسرائيلية تخترق أجواءها، لأن ليس يعني خارج أن لم يعد لديها أي إمكانية، وليس لها أي علاقة بقرار الحرب. هل محور المقاومة هو الذي قرر 7 أكتوبر؟ أبدا، ليس صحيح. وهل وإذا كان ليس صحيحا هذا الكلام، فكيف ذهبنا إلى وصلنا إلى هنا؟ أنا في اعتقادي جرى الاعتقاد بأن نعم، لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع. ما أريد أن أقوله، الآن إيران في مرحلة تراجع استراتيجي، هدفها الرئيسي تحديد الخسائر والاحتفاظ بنفوذها في فيما تبقى من دول. أما غزة ولبنان فهو نهائي. تراجع استراتيجي، المحافظة على ما تبقى من نفوذ في سوريا والعراق، صحيح؟ واليمن إذا أمكن، اليمن سيتغير الوضع. طيب دكتور حسن هاشميان، هذا هو عنوان المرحلة القادمة، تراجع استراتيجي للإيرانيين والحفاظ على ما تبقى من نفوذ في سوريا والعراق، ما رأيك؟ يعني أنا أتفق مع الأستاذ تغي بموضوع بأن إيران تحارب وتسعى وتجهد من أجل نفوذها في المنطقة وليس من أجل فلسطين، هذا واضح. ولكن القضية الأساسية أن لدى إيران أهمية كبرى لحزب الله في لبنان، يعني لا تستطيع أن تبني باقي المحاور من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى فلسطين حتى إذا لم تتمكن من بناء حزب الله في لبنان. حزب الله هي الركيزة الأساسية في الاستراتيجية الإيرانية، ولذلك الآن عندما نسمع ما يقوله نعيم قاسم ندخل في إطار صميم ما تريده إيران. يعني حزب الله الآن فقد أكثر من 80% من قوته، وفقد يحتفظ بحوالي 20%، ليس لديه المجموعات الكافية للعمل وليس لديه القوة اللازمة، ولكن يسعى من خلال الشعارات ومن خلال الكلام والخطابات التي نسمعها من السيد نعيم قاسم يرجع إلى المكانة التي كانت عليه الذي كان عليها في زمن حسن نصر الله، وتحدث في موضوع حسن نصر الله وحزب الله. فإذن يبقى في هذا في إطار حسن نصر الله، ولكن أنا أعتقد أن كل شيء الآن تغير، ليس لديهم القوة كما كانت في زمن حسن نصر الله، ولذلك النظام الإيراني الآن يجري محاولات مساومة مع الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية للاحتفاظ بحزب الله، يجري مفاوضات مع فرنسا، يجري مفاوضات مع دول أوروبية أخرى وحتى مع الولايات المتحدة لحصول لمساومة تحفظ له حزب الله في لبنان. حزب الله الآن لم يستطيع أن يهزم إسرائيل، لم يستطع كما نسمع من الشعارات. وبالمناسبة ليس فقط حسين سلامي قال ندمر إسرائيل، بل علي خامنئي نفسه قال ندمر تل أبيب وحيفا معا، هذا شعار معروف لعلي خامنئي. ولكن الآن حزب الله ليس لديه القوة أن يواجه إسرائيل، ولكن إيران تريد تعطي قوة لحزب الله أن يقتل اللبنانيين، أن يحتفظ بقوته في داخل لبنان حتى لا يخسر لبنان. ولذلك يعني أنت برأيك هذه يعني هكذا ملامح الصفقة انتمت بين إيران والغرب، أنه المحافظة على قوة حزب الله لكن داخليا في لبنان، هذا سيكون خلاف مع فرنسا ومع الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة، ولكن هذا يظهر النية الحقيقية للنظام الإيراني.
احتفاظ بسلاح حزب الله لقتل اللبنانيين، للسيطرة على اللبنانيين، وليس مواجهة إسرائيل. وليس إسرائيل. طيب هل هذا الأمر ترضى به إسرائيل؟ طبعا إسرائيل لا ترضى بهذه، ولكن إسرائيل رضت بالميليشيات في سوريا على حدودها. إسرائيل رضت بنقل الأموال إلى حماس وجماعة حماس عندما كانوا أغوياء في هذا الاتجاه. هذه يعني إسرائيل تستخدم أوراق في زمن وتحرق أوراق في زمن آخر، هذا واضح للجميع. إسرائيل استخدمت حزب الله واستخدمت الميليشيات السورية واستخدمت حماس، طيب. والآن تحرق هذه الأوراق حتى ترجع هيبتها وسلطتها وقوتها. الآن يعني لا يوجد أقوى من نتنياهو في إسرائيل، يعني هذا في تاريخ إسرائيل ربما يعتبر من الزعماء الأوليين في إسرائيل. طبعا هو شخص مجرم. إذن إيران رابحة وفقا لهذا المعيار. إيران إذا احتفظت بحزب الله، وحزب الله وجه السلاح ضد اللبنانيين، إيران في هذه القضية تربح تكتيكيا وليس استراتيجيا. أستاذ سعيد شاوردي ما رأيك؟ والله شنو أقول، يعني هو حقيقة زين هم ما وجهت لي سؤال، بس خلي أرد على ما قاله الزملاء. وأنا أحترم يعني حتى لو أنا لا أتفق حقيقة مع الكثير من النقاط التي أشار لها الزملاء، بس أنا أحترم كلامهم يعني. بس أعطيني شوية وقت. هو بس أنا ما كملت الفكرة، أنت لما ما أوضحت لك بالسؤال الأول، هو لا نتصور أنه لم يتحقق شيئا كبيرا خلال العام حقيقة. يعني أنا ما يعني لا أؤمن باللي يقولون أنه ماذا فعلت غزة، ماذا فعل حزب الله. يعني إما لا يرون الحقائق أم أنهم متعمدون في تصغير ما حصل. حبيبي الوقت نحن نناقش الآن القادمات. بسرعة القادمات. يعني عندي أربع نقاط، رايحة دقيقتين ثلاثة إن شاء الله أتحدث لك عنهن. يعني هذا ألا يكفي أن إسرائيل عجزت عن أن تستعيد جنودها بالرقم من الغرب معها، أمريكا معها، الأقمار الصناعية معها، كل العالم معها. سعيد حبيبي والله مو هذا موضوع الآن. أن يكون هذا فشلا. استاذ سعيد لا، هو لا يلا هاي نتركها. لا مو أنا أريد بس أقول لك أنت أي صحيح، بس وقوف إيران وحزب الله مع حماس جيد. حقق الكثير. لا موضوع واضح الآن، سؤالي واضح يا أستاذ سعيد. في قادمات الأيام زيد. تفاوضون على نفوذكم أم لا؟ يلا في هذه النقطة أرجوك. لا 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 يلا يلا نبقى بهذه النقطة. وأيضا أنا أتكلم يا أخي، مش خارج والله من الـ يعني الإطار اللي أنت تتحدث لا بيه. خارج الإطار يعني بس لا والله. لما ما يقولون أنه 80% من حزب الله انهار، يا أخي ما دام يا إسرائيل يا أمريكا، ما دام أنكم استطعتم 80% خلال تقريبا شهر تدمرون حزب الله، باقي 20 انتم يعني هذا يلا اخذوا على حزب الله نهائيا 20% حتى ترتاحون، ما دام كلامكم انه قضينا 80%، ليش موقفين؟ استمروا واخذوا على حزب الله ما دامكم اقوياء وتستطيعون تدمرون حزب الله. هذا كلام بعيد عن الواقع وهو شعارات، كلام الإسرائيليين شعارات وليس كلام إيران وحزب الله. نريد احنا يبقى حزب الله في نريد احنا يبقى حزب الله، يقول لك الدكتور حسن، في لبنان حتى يقتل اللبنانيين. يا اخي هو شنو مشكله اللبنانيين معانا حتى احنا نريد نقتلهم؟ يا اخي لماذا انتم تروجون حقيقه؟ هذا كلام بعيد عن الواقع. طيب يا دكتور حسن الآن في الواقع. نريد الآن في القادمات. هو بس كلمه كلمة وأنهي. بس أنت يعني أعطيتهم ما شاء الله الوقت. لا لأنه أنت ما بتلتزم بالموضوع، لأنه أنت يعني يا أستاذ في موضوع. أنا بالموضوع يا أخي. جاوبني على سؤالي والله. أنا لما أتحدث لك لا أنا أتحدث عن المواضيع، أنت تتحدث عن حزب الله وحماس وإيران وسوريا، وأنا كل كلامي حول هذا، أنت تقاطعني يعني. تفضل. أنه إذا مثل ما يقول الدكتور حسن أن حزب الله انهار وفشل ولا ما بيفيد وهو ضعيف، زين المن تريد تحتفظ بإيران بعد إذا هو هيك يرسم لنا صورة؟
الما نريد. يعني احنا هل لدينا مثلا الشعب اللبناني ماخذ من عندنا اراضي، ماخذ من عندنا شيء ونريد نقاتله يا اخي؟ هو اليوم من هو اللي يحمي حزب الله غير الشعب اللبناني؟ المسيحيين والدروز والسنة والشيعة كلهم هم الذين فتحوا بيوتهم تسمح لي لأهل الجنوب، فأين تسمح هذه المسائل اللي تسمح لي أخطر عليك؟ تسمح لي أخطر عليك اقتراح من بعد إذن ضيوفي على الهواء، لأن أخطر عليك هذا الاقتراح. ما رأيك أنت وكل الضيوف الإيرانيين الذين يظهرون معنا على الهواء أن نتجاوز هذه قصة الحالة الشعاراتية، وأنه إيران حمامة بيضاء وحمامة سلام ومصدر الخير في الكرة الأرضية؟ أحب أن أقول لك يعني أن هناك تيارا عربيا واسعا كبيرا. الحقيقة أستاذ سعيد، يعني العرب جزء كبير منهم الحقيقة لا يصدقونكم، وقسم منهم يعني لهم موقف عدائي منكم، لكن بالحد الأدنى لا يصدقون كل هذا الكلام. بالتالي يا أستاذ سعيد، ما رأيك أن نتكلم في السياسة؟ لأنه الآن والله المشاهد يسمعنا الآن وربما يا أخي يضحك علينا أو يعني يقلب القناة. أرجوك، نريد أن نحافظ على مشاهدنا في السياسة يا حبيبي أستاذ سعيد. هذه الحالة شعاراتية، والله العرب ترى ما عاد يشتروها بتوماني يعني. أنا لا يا أخي لا يصدقونكم، لا يصدقونكم يا أستاذ، والله بالحد الأدنى لا يصدقونكم ما يوعدونكم. أخي العزيز، أنا المهم عندي، أنا تعرف يا هو المهم عندي، أنا مش مهم عندي الإعلام اللي يروج لي هذه الأكاذيب اللي نسمعها ضد إيران. المهم لي السنوار هذا البطل العظيم، هذا كلامه بحق إيران ما يقول هذا. طيب. عندي مهم، والله أنا مش جيد. مهم عندي اللي مطبعين واللي خانعين لإسرائيل واللي خايفين من إسرائيل. أنا المهم عندي السنوار عن ملياري مسلم، ملياري مسلم في جهة والسنوار في جهة. فأنت أرجع ماذا قال؟ قال كل دعمنا في غزة من إيران. والرجل ذهب إلى ربه. لا أريد أكثر من ذلك. طيب يا أستاذ سعيد، يا أستاذ سعيد، الآن أنتم تعلمون أن جزء كبير من الشارع العربي لا يطيق حتى ذكركم، ذكر اسمكم لا يطيق. هكذا البعض يقول، الناس تكرهكم. لا لا يعني لا هذا لا أحد يكرهنا. الشرفاء والعظماء والمقاومين معانا. طيب. لكن المطبعين والخائفين والمنبطحين صحيح ضدنا، يعني هذول مهزومين، شنو بنسوي لهم احنا يا أخي؟ يقول لك عندهم جيوش بمئات الآلاف مش قادرين يودي لك يعني بسكويت الغزة، مش قادرين يفتحون المعبر يوصلون أدوية لغزة، مش قادرين يفعلون أي شيء لغزة. هذا أنا ما يهمني يا أخي يا معاذ، يعني هذا الضعف، هذا الذل، هذه الحقارة أنا مش معاها ولا أريدها تقف معاي في يوم من الأيام. أنا أريد العظماء، أطفال غزة هؤلاء الذين يحترقون في النار، ونساء غزة اللي يموتن في تحت القصف والسنوار، ومحمد الضيف. أنا هؤلاء يكفيني، لا أريد واحد يعني خائف ويرجف يقف معي. أنا الأبطال أحتاجهم يقفون ويشهدون بحقي، وهؤلاء العظماء يعني أرجع للإنترنت وشوف شنو يقولون. يقولون كل العالم تخلى عنا إلا إيران وحزب الله وسوريا والفصائل المقاومة في العراق واليمن. هذا يكفي يا أخي العزيز. طيب جيد، وضحت. دكتور سمير التقي، هذا هو الوضع، هذا هو المتاح. سمعت. لا أنا أقول هيك، إذا كان زميلنا يعني لا يعني يعتقد بأنه يكفيه السنوار ويكفيه هؤلاء الأبطال، ولكن أنا أقول هؤلاء الأبطال لم تكفيهم إيران لمنع الكارثة. وهذا هو السؤال الجوهري، ليس أن ترضى إيران عنهم، ولكن المهم أن تؤدي واجبها كحليف. القضية الرئيسية الآن هي أن في لبنان، ومن يقرر الحرب والسلام؟ حزب الله؟ إذن إيران لا تعترف بسيادة الدولة اللبنانية. من يقرر إطلاق المسيرات حتى من الأراضي السورية؟ هل يقررها بشار الأسد؟ لا، هي تعيش على جيف الدول المنهارة. إيران تعيش على جيف الدول المنهارة. الوقت أوشك على النهاية. إلى متى ستعيش على جيف الدول؟ هذه القضية بالذات أنا يعني تأكيدا لكلام زميلنا من واشنطن، وأنا الآن في واشنطن عليه هذا. القضية الرئيسية أنه بعد 7 أكتوبر الغرب، إسرائيل، لم تعد تقبل بأن تنام معا كما يقولون
مع الإيرانيين بناء على اتفاقيات أمنية كانت تجري بحضور الروس أو بحضور غيرهم لوضع خطوط تماس وتوزيع النفوذ وتحديد انتشار القوات، وإسرائيل تقوم بقص العشب. التجربة الغربية مع وعود إيران بضبط الإقليم انتهت في 7 أكتوبر، والآن ما نشاهده هو أن الوضع لن يستقر في لبنان. مع بلا شك أن حاضنة حزب الله من الشيعة وإلى آخره سيكون لها دور كبير في مستقبل البلاد، ولكن ليس على أساس يعني عمليا إبقاء حزب الله وصواريخه، بل القضية الرئيسية أنه من الآن فصاعدا لا يمكن أن يقبل الغرب وإسرائيل وحتى الدول العربية بأن يبقى حزب الله يتخذ قرار الحرب والسلام دون اللبنانيين. هذا هو ببساطة. وعمليا عمليا إيران لا تعترف بسيادة الدول ولا تأخذ إذنها من الدول، يعني هي حين تتصرف تأتي إلى هذه المناطق الدول المنهارة تدعم أحد الأطراف في هذه الصراعات. إذن ما المتاح لبنانيا خلال القادمات وسوريا؟ لبنانيا الآن ستنضج، وللأسف أنا حين تفضلت حضرتك وتكلمت عن توجيه السلاح في الداخل، المشكلة الأساسية الآن سأن هناك خوف كبير من أن تنعطف الأمور لأن يصبح الصراع صراعا لبنانيا لبنانيا، لأنه مو صحيح أنه قرار الحرب يبقى بغض النظر عن أن الموارنة والشيعة وغيرهم يكرهون إيران أم لا، ولكن عفوا أو يكرهون إسرائيل أم لا، يعني في كل الأحوال من يتخذ قرار الحرب؟ هذا هو السؤال الأساسي. جيد. وفي يجب سوريا أن دكتور لبنانية أن تحتكر السلاح. وفي سوريا بشار الأسد وكلام علي أكبر ولايتي أنه ممانع. بشار الأسد أنا في رأيي كما قلت تمطط، بمعنى أنه لن يستطيع أن يرضي الطرفين. هو يرضي إسرائيل وروسيا وبكل ما يقوم به من تسهيلات وعمليا، وروسيا حتى أجهزة الدفاع الجوي السورية لا تعمل ضد الطائرات الإسرائيلية، لا تعمل ببساطة، يعني لا يتم فتح. وفي ذات الوقت هو يتمطط في أنه يحتاج، لأن في مع ظل احتدام الوضع يحتاج أن يبقى في هذا المحور، لأن هذا جزء من شرعيته النظرية، شرعيته القائمة لماذا لدينا في سوريا حكم عسكري بحجة تحرير فلسطين. طيب وين فلسطين؟ أعطيني أجندة لـ200 سنة بدك تحررها نفهم على هالكلام، ولكن ما في هيك شيء. طيب. فأنت بزريعة ذلك يتم عمليا تبرير الدكتاتوريات العسكرية. دكتور حسن هاشميان، المتاح في القادمات بين بشار أسد والنظام الإيراني في ضوء ما قالوا علي أكبر ولايتي في القادمات ماذا تتوقع؟ أنا أعتقد أن بشار الأسد يحاول يتملص ويفلت من المحور الإيراني، وإذا استطاع وإذا سمحت له الظروف والمتغيرات الإقليمية والمتغيرات الدولية باعتقادي هو سينتهز هذه الفرصة وسيفلت من محور النظام الإيراني، لأن إيران بعد تدمير أذرعها في المنطقة وأزماتها الداخلية هي ليس إيران كما كانت عليه في السابق، وإيران إذا بغت على هذه الحالة وفي هذه السياسة ستواجه صدمة جدا كبيرة. هذه الصدمة ستأتي من الداخل الإيراني وليس من الخارج، ولذلك ستنغلب كل شيء في معايير دولة الولي الفقيه. وأنا أعتقد بشار الأسد يعرف هذه المسائل ويرى من بعيد أن في الآفاق التي تجي أن لا وجود لسيطرة الولي الفقيه على دول في المنطقة كما كان عليه. الداخل الإيراني وضعه مقلق دكتور حسن؟ الداخل الإيراني طبعاً، وهناك ثورة ليس فقط مغلق، ثورة على هذا النظام. أنا أعتقد أكثر من 90% لو هناك الشعب الإيراني يحصل على نقطة في انتخابات شوي حرة، أكثر من 90% سيصرخون في وجه الولي الفقيه بأنهم لا يريدون هذا النظام، لا يريدون سياساته الكارثية في الداخل. شكراً. ليس صحيح. سعيد شاوردي بـ30 ثانية. هي 30 ثانية والله شنو 100 يعني شبهة الزملاء أثاروها، يعني أنا كيف طيب. أرد على 30، بس هاي النقطة الأخيرة اللي قال عنها
الاستاذ دكتور حسن 90% كنا يعني قبل شويه احصائيه عندنا 80% حزب الله تدمر، الان وصلنا ايران 90%، بعد شويه لو نبقى 10 دقائق يصير 100%. يعني ايران مدمره وسوريا احصائيات الانتخابات الاخيره تقول، ليس انا اقول، الانتخابات الاخيره تقول. نعم صح، لا يلا انتهى الوقت، انظر الى الارقام في الانتخابات الاخيره. استاذ سعيد شوردي 50% شاركوا على الاقل في الانتخابات الاخيره، 50% رغم كل المحاولات الغربيه لعدم المشاركه. طيب الكبيره المختص في الشان الايراني استاذ سعيد 4% فقط شاركوا في دكتور حسن هاشميان، والله ما الوقت. استاذ سعيد شاوردي من طهران شكرا جزيلا لك، وافكر ارجوك بالعرض الذي عرضته عليك ان تتكلموا بالسياسه في المرات القادمه. لا اوافق عليه على ودعكم من الشعارات لان الناس لا تصدقكم. ارجوك فكر ليس شعارات، كلامك ما يعجبك. شكرا دكتور حسن هاشميان، كلام حقيقي بس انت ما يعجبك. مشاعر استاذ شاوردي مشاعر حقيقيه نحن لا نشك فيها. طيب مشاعر حقيقيه تجاه فلسطين، ولكن النظام الايراني هو اللي يخدع الجميع. شكرا دكتور حسن هاشميان من واشنطن شكرا جزيلا لك، والدكتور سمير تقي من واشنطن شكرا جزيلا لك. في امان الله.